لذلك رانا نشوفوا في هذه الكره الارضيه ما ننساوش هناك معطيات تكنولوجيه ممكن نتكلم عليها. اسمحوا لي قلت نجاوب لاخت سوسن. تفضل. هذه وصلت اليه السلطه الوطنيه هذه هنا الكره الارضيه وهذه تشوف فيها هذيك وين تسقط هذوك المنحنيات كامله هذيك الجزائر العاصمه. نعم. شوف ومن والمصدر نتاعها المكاتب السلطه الوطنيه المتوزعه عبر العالم. نعم. شوفي تلاحظي كاين الفرق ما كنا نشوفوا نلقاو كاين مكاتب راح يطفى الضوء نتاعها معناتها وصلوا وقت الغلق في البلد مثلا اللي راه من الان في اليابان. نعم. ولا كذا راح يقفلوا خاطر وقت وعكس ذلك نشوفوا بالمقابل وين الشمس هي قاعده تطلع نشوفوا يبداوا يشعلوا باش نعرفوا احنا غير بالنظر نعرفوا المكاتب نتاعنا للبلدان اللي راهي مكتوبه فيها والبلدان اللي ها هي الجزائر العاصمه كل شيء المعلومات راهي زي الان راهي عندنا في السلطه الوطنيه وهذا تشوف هذوك عدد المكاتب تاعنا وين موجودين. نعم. هذا شيء جميل يعني هذا التطور التكنولوجي اللي وصلت به الى السلطه الوطنيه. بلحظه هكا كي نشوف كيما هكذا نعرف عندي مشاكل في البلاد الفلاني ولا حاجه ناخذ الهاتف نعيط للمنسق اعطيني البوان سيتياسيون.